أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. اليوم الجمعة تمر الذكرى الثالثة لواقعة فط الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 من شهر 6 من سنة 2019، والذي أعقبه تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور عبد الله حمدوك للتحقيق في الحادثة بغرض تقديم الجناح للعدالة برئاسة المحامي والخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب. تمر الذكرى الثالثة اليوم ولم تنتهي اللجنة حتى الآن من عملها. في حلقتنا اليوم ومن باب مبدأ عدم الإفلات من العقاب، أحد مقاصد العدالة الانتقالية، التقينا بالمحامي نبيل أديب رئيس اللجنة لننقل إليه أسئلة أسر الضحايا وأسئلة الشارع السوداني. أهلا ومرحبا بك الأستاذ نبيل أديب في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية. 3 سنين مرت من فض الاعتصام، ناس كتار بيقول التحقيق في فض الاعتصام برئاستك أنت، لجنة ما أدت دورها، عناصر بتاع جريمة فض الاعتصام بيقولوا عناصر واضحة وليست فيها أي لبس، لكن لجنة نبيل أديب تأخرت تأخير شديد جدا جدا لدرجة أنه البعض يقول هذه اللجنة متواطئة. ردك شنو أستاذ؟ ما يدور في الشارع في جزء من الوقاحة المقصودة لغرض أنا حخش فيهم. نعم. لكن ما حرد عن الكلام بقدر ما أنه عايز أقول الآتي. أولا المسألة لازم أن تقاس بالمهمة. الشخص اللي بيقول أنه دي جريمة واضحة وأركانة واضحة، ليه عملوا لها لجنة تحقيق أصلا؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما خلاص هي واضحة وهذا مش المحكمة طوالي. المشكلة وين؟ إذا كانت هذه القضية هي بتحتاج لتحري كما هو معلوم وتحقيق كما هو مؤكد وكما هو وارد في الوثيقة الدستورية، ابدأ على الناس أن تعرف أنه اللجنة هي لجنة حقوقية عادلية وليست لجنة سياسية منتخبة بحيث أدل الشارع يفرض عليها ما يريد. ولقد شرحنا هذا الأمر مرارا وتكرارا، أنه المسألة فيها جانبين، فيها جرائم عادية تم فيها فتح بلاغات معروف من هو الجاني في هذه البلاغات وهي موجودة. أصحاب هذه البلاغات لماذا لم يسيروا فيها؟ لماذا هم في انتظار قرار اللجنة؟ قرار اللجنة ما عنده صلة بالجرائم الفردية وهي أصلا ما دخل في اختصاصه، متعلق بالجرائم التي صاحبت فض الاعتصام والمتعلقة بفض الاعتصام، ودي متعلقة بمن هو المسؤول، من الذي أصدر الأوامر، من الذي كان في إمكانه منعها ولم يمنعها، ده هو مدور حول التحقيق وليس الجرائم. رغم ذلك الجرائم الفردية واللي بتكلموا عن الفيديوهات، في الفيديوهات ما شو فيها، صح بلاغ الزول انت شايفه بيضرب الرصاص قدمه للمحكمة. أنا ما موقف محاكم، دي مسألة ثانية مختلفة. وهم فتحوا بلاغات قلنا لهم امشوا في محاكماتكم، امشوا، احنا ما 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 ما, ما وحائل. واي احنا لا نحتكر، حتى في التفويض بيقول كده يجوز لكل الاجراءات الاخرى الجنائيه والبضاعه تصير انها تمشي، ما في حاجه. ما نحن بصدده هو تقديم قضيه جنائيه عدليه متماسكه. التهريج الذي صاحب المسائل المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أدى لأن يفلت المجرمون من العقاب. أنا ما داير أذكر أسماء، لكن بنعرف أنه في ناس اتقدموا لمحاكمات واتشطبت لأنه ما في بيانات. القاضي أصلا لا يدين إلا إذا قدمت إليه بينة تؤكد إدانة الشخص المحاكم بما لا يدع مجال لشك معقول. إذا أنا قدمت قضية متحرطة ليس فقط سيتم شطب القضية، سيتم شطب القضية ولن يحاكم الشخص مرة أخرى على نفس هذا الفعل. فهذا هو الإفلات من العقاب الحقيقي.
إذا كان الناس بتتحدث عن البيانات موجودة ومعروفة وكذا، ليه ما فتحت البلد؟ لماذا تم تكوين هذه اللجنة؟ ولماذا تم النص عليها في الوثيقة الدستورية؟ ولماذا كان يجب على رئيس الوزراء أن يعينها في خلال شهر من تعيين إذا لم يكن هناك مسألة تريد أن يتم التحقيق فيها والوصول إليها؟ أنا بفتكر ودي حتظهر للناس في وقت لاحق أن هناك شغل المقصود منه دفع اللجنة لأن تقدم قضية متهافتة، وبالتالي يتم شطب الاتهام وينتهي الموضوع. سمع أستاذ، ثلاثة سنين الآن منذ فض الاعتصام لم تكن كافية لتحقيقاتكم وفق المنظور اللي انت قدمته. ثلاثة سنين لم تكن كافية يعني؟ هي ما ثلاثة سنين. أول شيء، نعم، كم اللجنة دي كونت؟ مع دقيقة، اللجنة دي كونت في 30 أكتوبر 19 ولم تكون ثاني يوم من فض الاعتصام. فض الاعتصام له ثلاثة، لكن اللجنة دي تم تكوينها من سنتين ونص. اثنين، اللجنة دي تم تكوينها من أشخاص غير متفرغين للعمل، وهذه اللجنة في خلال الثلاثة أشهر الأولى لم يتم تسليمها مقر لتبدأ العمل. نعم. رغم أنه المدة كان مفروض تكون ثلاثة. نمرة اثنين، الناس بيتجاهلوا ما تم. اللجنة دي شغلها وقف 4 أو 5 شهور في الكورونا، وشغلها حتى واقف من 25 أكتوبر لأنه ما في رئيس وزراء يقدم الدعم اللوجستي ثم الناس تتكلم عن ثلاثة سنين. عارفين التحقيقات التكيب تقعد 10 سنين و15 سنة، والناس عايزين يتكلموا على أنه المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية عشان تتهم عمر البشير أخذت كم سنة؟ سنتين. القاضي أنطونيو كاسيزي بعمل تحقيق، بعد ده تم تحويله بواسطة مجلس الأمن للمدعي العام، بيحقق من 2005 ل 2009 عندما قدم طلب باتهام عمر البشير. ايش معنى دي 3 سنين؟ ما هيش بتاخذ سنين. سنتين ونص يعني ما مسألة كثيرة في التحقيق في طبيعة الجريمة الواقعات. بيتوقف على الإمكانيات اللي انت خطيتها للجنة، وبيتوقف على حجم العمل. ما سنتين ونص معناتها كثيرة أو شوية. سنتين ونص لازم تقيسها. اللجنة دي سمعت 3500 شاهد. لو كانت في لجنة ثانية بتاخد قدر شنو؟ هي المسألة مش في بس في الزمن، هي في حجم المهمة. اللجنة دي منتظرة فحوصات ذات طبيعة فنية وعلمية تحتاج لتخصص عالي. نحن حتى نجد اللجنة أخذت المسألة قريب لسنتين عشان نلقى اللجنة ذات الحدامل الفحوصات، وحتى هي بتعمل في الفحوصات دي انقطعت نتيجة لما تم في 25 أكتوبر. أصبح هناك عدم قدرة على أن نوصل لها الأبروفز والحاجات دي والبتاع. فهي المسألة ليه انتوا ما بتسألوا الجرائم اللي فيها بلاغات؟ ليه ما بتسألوا منها؟ ما في بلاغات، ليه ما سألتوا؟ قلتوا ما حصل فيها حاجة، بس اللجنة. ما هي دي حاجة مقصودة لغرض في نفس يعقوب. يا أستاذ، ممكن يكون في ناس بيسألوا لغرض في نفس يعقوب، وفي ناس بيسألوا هم ما قانونيين وما عندهم علاقة بالقانون، ودي تقديراتهم، دي تقديراتهم، بيسألوا عشان يلقوا الإجابة منك. لا، في أسئلة احنا عجبنا عليها وأوضحناها والناس عارفين ومتبعين، وأنا الكلام ده قلته مما الاتحاد الأفريقي اعتذر عن تقديم الدعم الفني. احنا صرحنا بذلك وتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو وعد بتوفير الدعم. وعندما تم اتفاق مع الجهات الفنية الأجنبية المختصة أعلننا ذلك، وأعلننا بعد حديث معهم ورينا أنهم حيقدموا التقارير متى. وعندما حدث الانقلاب 25 أكتوبر كل الناس عارفة أنه لم يعد هناك رئيس وزراء، وعارفة أنه الوزع على الدعم الفني، وسألوني متى تشيل دعم
من مجلس السيادة، قلنا لهم لا ما بنشيل دعم من مجلس السيادة، ما عندنا شغلة مع مجلس السيادة، نحن محكومين بالمانديت بتاعنا الجاي من الوثيقة الدستورية، وهو أنه يقدم لنا الدعم رئيس الوزراء. وأصبح الآن ما في رئيس وزراء. ما خلاص إذا كان ما في رئيس وزراء استمر الوضع ده يعني برضو. لو استمر مع اللجنة شنو هو اللجنة اللي تروح؟ هو إذا كان حكومة ما هل السودان حيقعد بالشكل ده؟ اللجنة يعني هي أهم من رئيس الوزراء، مش واجبه بس الرئيس اللجنة، عنده واجبات أخرى، يجب أن يكون هناك رئيس وزراء. لكن اللجنة دي هي حتى تكون مستقلة ما ممكن تمشي إلا مع رئيس الوزراء، هو سمحت لهم الوثيقة الجسدية. هيا أستاذ، شنو واجهتكم من إشكالات بعد 25 أكتوبر، وهل اللجنة دي حتصمت في ظل الوضع القائم ده؟ البحث شنو مصير اللجنة شنو يعني؟ والله مصير اللجنة ده حاجة يعني ما بعرف، أنا كرئيس للجنة وأعضاء اللجنة الذين ما زالوا محتفظين بعضويتهم، لأنه معلوم أنه 2 استقالوا من بدري، 7 بقوا 5، لكن نحن قررنا هو أننا سنستمر في التحقيق إلى أن ينتهي هذا التحقيق أو تصدر سلطة لها اختصاص أمر بوقفه، غير كذا احنا مستمرين، احنا من جانبنا ماشيين مستمرين في التحقيق. حتى بعدم وجود رئيس وزراء؟ ما هو أنا عدم وجود رئيس وزراء بعرقل، لكن أنا كشخص بتوقع أنه رئيس الوزراء يجي، هيجي رئيس وزراء، يعني السودان ما حيقعد بدون رئيس وزراء أبدا. دي مسألة إذا جاء، إذا تغير الدستور بحيث أنه بقى ما في رئيس وزراء، الدستور حيتغير، هو اللي حيحدد اللجنة دي تشتغل مع منه، وده وضع قد يكون جديد، يعني ده ما عايزين ندخل في تفاصيله الآن، وضع جديد ما عارف. لكن المسألة الرئيسية اللي أنت بتسأل منها هي أنه الآن نحن في مرحلة هناك خبراء أجانب يفحصون أدلة مادية، هذه المسألة تحتاج لدعم مادي ولدعم لوجستي يتمثل في أذونات، يعني أنا بطلب طلب بدون تفاصيل ما تسألني منها، بطلب طلب من اللجنة أقول لها عايز تورونا كذا كذا كذا، يقول لنا ما بنقدر إلا تعمل لنا إذن من حكومة السودان، الذي يمنح هذا الإذن كان رئيس الوزراء، الآن أنا ما بلجأ لأي جهة تانية، بنتظر رئيس الوزراء، فده بعرقل التحقيق، حاجات بتعرقل التحقيق وبتأخر. لكن أنا زي ما قلت لك أصلاً في شغل إلكتروني أكبر من أي جهة موجود وحيثبت. هذا الشغل الإلكتروني أنه في شخصيات إلكترونية موجودة هي أصلا ما حقيقية، هي شخصيات معمولة منتظرة أي إشارة في النت للجنة أو لرئيسها أو لأسماء هي عارفة مبرمجين عليها، بخشوا بهاجمه وبخشوا بشتمه وبخشوا يتهمه، والاتهامات والهراية دي كلها مبرمجة، والتأخير ولا لا كله مبرمج، وده شغل الغرض منه تفشيل اللجنة. عندك أي رسالة بمناسبة الذكرى دي من اللجنة؟ واليوم الذكرى 3 للحوادث شكلت محل تحقيق للجنة ذاتها. نحن ونوجه حديثنا للشعب السوداني، وهو أنه نحن نعمل في خدمة العدالة، وبالتالي لن نتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية. المسألة الرئيسية هي أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بدون العدالة وبدون مبدأ المحاسبة، ومبدأ المحاسبة لا يقتصر على الشكليات، يقتصر على الموضوعات. نحن لا نرغب في إدانة شخص بعينه أو في اتهام شخص بعينه أو بوظيفته أو بصفته أو بوضعه السياسي. نحن تركنا أهواءنا السياسية خارج قاعة اللجنة، نحن نبحث عن البيانات التي تشير إلى تورط أشخاص بعينهم بغض النظر عن وضعهم الدستوري والسياسي وغيره في هذا الفعل،
سنقوم باتهامهم متى وجدنا هذا، والحكم النهائي للقاضي. نحن لا نستطيع أن ندين أي شخص كما أننا لا نستطيع أن نبرئ أي شخص. الحكم النهائي للقاضي. كل ما نرغب فيه هو أن نمنح الجو المناسب لعمل قانوني عدلي، هو في النهاية أساسي لتطور العدالة في البلاد ولمنع الإفلات من العقاب، وهذا شيء بهم التطور الدستوري كله في السودان. أشكرك الأستاذ المحامي نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة. كنت معنا في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم مستمعين الكرام على المتابعة وحسن الاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.